مساكم الله بالخير، يا اهلا مرحبا فيكم مشاهدينا، رحب فيكم وين ما كنتوا من خلال شاشة تلفزيون الكويت في اخر ساعات من الويكند العزيز اللي الكل طبعا يزعل وهو يودع، لكن اليوم نوعدكم من خلال برنامج سمعني راح تودعون يوم السبت وانتم مستانسين ومستمتعين اكيد. راح تكون معانا مطربة جميلة من تونس الخضراء الرائعة، صوت طربي جميل راح تستمتعون فيه اكيد، لها العديد من التجارب في التقديم وايضا التمثيل. في تفاصيل وايد راح تشوفونها من خلال برنامجنا اليوم، ما راح احرقها عليكم، تابعونا شوفوا من ضيفتنا. مستمرين معاكم في برنامج سمعني وفنانتنا الجميلة التونسية مروة بن صغير، فنانة شابة جميلة اختارت طبعا اللون الطربي الأصيل وأتقنته بطريقة مميزة، وراح نثبت لكم أكثر بالحلقة ونرحب فيها. مرحبا يا مروة، مساك الله بالخير. مساء النور ومساء الخير عذاري حبيبتي، مشكورين أول شيء على الاستضافة الحلوة وأنا جدا سعيدة اللي موجودة معاكم اليوم. حياك الله، احنا أكيد أسعد في وجودك وإطلالتك الجميلة المميزة من خلال برنامج سمعني وشاشة تلفزيون الكويت اللي أكيد مشاهدينا كلهم متحمسين بس يبي يسمعون الأغاني الجميلة اللي راح تغنينها. اللون الطربي أكيد هو مو سهل، وأكيد في ناس وايد تحاول أنها توصل له لكن من الصعب الوصول حق هذا الخط. إيش معنى هذا الخط اخترتي؟ أول شيء هو دايما الطرب يعني يكون على تربية الطفل أول ما ينشأ في بيت، يعني أنا من أول من كنت وأنا صغيرة كانت أمي على طول في البيت، يعني لازم أم كلثوم الدور، لازم فيروز، أكثر شيء أمانة صراحة فيروز، حتى تعرفت برنامج ستار أكاديمي كانت معروفة مروة أكثر الأغاني اللي تميل لهم أو أسمعهم أغاني فيروز من وراء الماما. بالضبط من وراء الماما، فعرفت السمع يتعود خلاص تصير في حياتك اليومية، لازم على طول هالأغاني، حتى لو نسمع أوكي أغاني جديدة بس الأساسي هي الأغاني الطربية، لأن بالنهاية هم أساتذة نتعلموا منهم أكيد، يعني كتمرين صوت يعني حتى صقل حتى للصوت وايد أشياء، فأكيد أفضل يعني وأنصح أي فنان يسمع الأغاني الطربية أكيد. من أي عمر بديتي تغنين وحسيتي أنك ها لا أنا جبتها صح؟ أوكي جبتها صح، لا هذه متأخر، بس أنا بلشت أغني من تقريبا عندي ست سنوات. الله يعني صغيره وتغني كلثوم لفيروز شيء واو. انزين ومتى حسيت انك لا بديتي تضبطينها لا بروفيشنال؟ شوف اكيد مع الوقت مع الاكسبيرينس مع التجارب اللي مريت فيها، اول ما طلعت على المسرح اول شيء انا كنت وانا كنت صغيره كنت تقريبا شبه مو نقدم، كنت نغني مع الاطفال كورال، نغني اغاني تراثيه الاشياء التونسيه التراديشنال تبعنا. حلو اوكي، هذه شوي شوي بلشت تمرني، بعدين درست بس سنه كونسرفاتوار نفس الشيء، بعد اعطاني ثقه اكثر واكثر، بعدين عاد لما احترفت اللي خلاص مسكت الموضوع الغنى اكيد يعني فادني بطريقه مو طبيعيه الموضوع مع الناس مع السماء مع الفرق الموسيقيه اكيد يكتسب واحد خبره من غير ما يشعر. شنو راح نسمع مع جمهورنا اليوم؟ أول أغنية راح نبدي بعدت لك فيروز. فيروز طبعا هذه الأغنية أنا بالنيابة عنها أهديها لأمها. شكرا. تحبها الماما؟ طبعا تموت عليها، يعني أنا أصلا غنيتها أول هالأغنية عشان تسمعها إن شاء الله يا رب. عشان تسمعها إن شاء الله راح تسمعها وتنبسط فيها، وهذه إهداء مني لك بس عشان تستمتعين في صوت مروة وهي تغني الفيروز. نسمع فيروز. Yeah.
روحي. من بعد هذه الأغنية الجميلة اللي سمعناها أغنية فيروز والإهداء اللي أعطيناها حق المرة، إن شاء الله تكون استمتعت فيه وانبسطت بالأغنية اللي تموت فيها مثل ما قلت لنا. اللون الطربي هذا بالرغم من صعوبته لكن حسيتي أكيد في متعة وأنت تجدينا، وين تشوفين مروة ما بين الشباب المطربين اللي انتشروا في الآونة الأخيرة من كل بلد، صاروا حتى مو بس بالحفلات في اليوتيوب، كل من صار مطرب في في مكانه. وين تشوفين مروة في هذا الطرب اللي تميزت فيه؟ شوف، هو الحلو الفنان يعني لازم يجرب كل الألوان عشان يشوف بعدين، أو يعني هو لوحده رح يلقى الجمهور أو الناس خلاص، لأنه بالنهاية الناس هي ذويقة وهي اللي تسمع، هي اللي تحدد دايما هالشيء هذا. بس أنا كمروة يعني اكيد شنو اللي فضل افضل اغاني للصعبه الطربيه، لان هذه افاده لي انا، بس في نفس الوقت هنا ما ينكر لي انا يعني اكيد لازم نغني اللون الشبابي، لان بهالوقت هذا وبهالعصر هذا نحتاج، يعني في فما جمهور يحب الطربي وفما جمهور يحب اللون الشبابي، دونك لازمني ان يكون في ميزان بالضبط في الموضوع أكيد. عشان يعني هذا يسمعه في نفس الوقت. وين تلقين نفسك انت؟ وين تحسين نفسك بين هاللونين؟ انا اكيد الطربي. لا صراحه طربي. اي لا صراحه يعني شيء استمتع وانا اسمع هالشيء. حلو. الكويت والتواجد فيها، كلمينا عن تجربتك وتواجد داخل الكويت، صار لك فتره موجوده عندنا بالكويت تجين وتروحين. زين، كلمينا عن تجربتك في هذا المجال داخل الكويت. طبعا من غير مجاملة والله عذاري أنا في كل لقاء أقول هالكلمة، الكويت من أول ما جيت تقريبا صار لي 7 سنوات، يعني من بالضبط من خروجي من ستار أكاديمي 2007-2008، ما رح أنسى هالموضوع. نعم. من وقتها حسيت في فما هكا تقارب بيني وبين شعب الكويت، يعني حتى صحابي لهنا بكثرة، يعني حياتي الاجتماعية سهلة، مو ما أحس نفسي مثلا غريبة. كمان في نفس الوقت خصوصا هالسنة الأخيرة هذه اللي يعني تقريبا يمكن أكثر وقت فترة في حياتي طولت فيها في الكويت، استفدت بطريقة مو طبيعية، حتى كاللون الخليجي تعلمته أكثر، صرت نتقنه أكثر، تقربت أكثر من الشعب، شو يحب يسمع شو ما يحب يسمع. فتجربتي صراحة من هون يعني أمانة بالعكس أنا يعني ودتني للأفضل مو للأسوأ. لا تتحجين كويتي وخليجي طبعا، يعني خلاص مصطلحات كويتية بعد كم يوم بعطيها كوبي من جنسيتي وأسجلها باسمها. لا يعني تقنتها مخارج الحروف تقنتها هاي، بس أنا أحاول يعني أحاول. لا بالممارسة تحت الهواء كنت بلبل خليجي، لا تحاتين كنت وايد حلوة بطريقة اللفظ، وأكيد الاحتكاك بين الناس بالنهاية يعطي الإنسان حصيلة لغوية جميلة. وين تحبين توصلين في هذا الطرب الأصيل؟ وين حابة تشوفين مروة بعدين؟ يعني كنفس يعني مثلا أشبهك بفنان ولا أنت شنو حابة؟ يعني بعد ما أتقنتي هذه الألوان ودخلتي في مجال الحفلات، وين حابة مروة بعد 5 سنين؟ وين حابة تكونين؟ أكيد حابة روحي إن شاء الله يا ربي، أتمنى أنا أسعى أكون للأفضل وأسعى أني أغني الذوق اللي كل الناس تتمتع فيه وكل الناس تشوف فيه مروة، وأكيد اللي يشوف فيه إحساسي أنا. كيف ما قلت لك أنا دايما اللحن الحلو أو الكلمة الحلوة أي فنان يغني يحب يسمعها ويحب يغنيها، وأنا من الناس اللي ما أدري بس أحس ذوقي هالأشياء خصوصا الأغاني القديمة، محمد عبده، عبد الله رويشد، الأشياء اللي فقدناها صراحة في الفترة الأخيرة دي، ما قلنا نسمع قلنا نسمع الأشياء السريعة وخلاص بس، يعني والأغنية 2 دقيقة أو 3 دقائق وخلص تخلص قبل لا نشوف مثلا التوزيع قوي، الكمانجات تسمعها تنطق ما شاء الله، كل شيء غير أكيد. لا يعني مروة وتحسين ما يمديش تندمجين بالاغنيه ما خلص اي لا غلط من اللحظه خليك تفهم زين قبل شويه طولوها تردين تعيدينها عشان بس تستمتعين فيها. صار فعلا العجله صارت في كل شيء حتى في الاغاني. شو راح تسمعينا يا مروه الحين؟ راح اسمعكم محمد عبده. واو نشد عن الحال. حلو. نسمع اغنيه محمد عبده بصوت مروه، تابعونا.
انشد عن الحال انشد عن الحال حالي كيف ما شفتك انا احسب انك انا احسب انك ابد بالوقت تدريب تنشد عن الحال هذا هو الحال تنشد عن الحال تنشد عن الحال حالي كيف ما شفته أنا أحسب أنك أنا أحسب أنك قبل بالوقت تدريب تنشد عن طبعا الأغنية جميلة جدا وخصوصا بصوتك يا مروة يعطيك ألف عافية ونشكر طبعا المايسترو إسلام وفرقتها على هالنغمات الجميلة اللي دايما تزيد الصوت حلاوة. اللون هذا وأغنية محمد عبده ما حسيت بصعوبة وانت تغنين أغاني محمد عبده؟ أكيد يعني فنان العرب لازم أحس مو صعوبة بصعوبتي يعني صراحة مانيش باش نكذب عليك عذاري صار لي الفترة الأخيرة هذه حياتي صارت شبه محمد عبده يعني لأن هالفنان هذا بالعكس قاعد يعني نتعلم منه كل يوم في الأكسنت في كلامه في اللحن يعني بالعكس لقيت صعوبة أول ما بديت سمعت أول لحن يعني ما رح أنسى هالموضوع بس دايما كل ما تعودتي كل ما سمعتي بعدين راح تحسي نفسك اي لحن تغنينه خلاص بسرعه يصير الموضوع يصير الموضوع انه خلاص انا قاعده اسوي شيء وايد سهل فاهمه الفكره؟ نعم فبس انه الصعوبه اكيد لقيت صعوبات يعني مش صعوبه كها لا اللهجه الخليجيه حسيتي في بدايتها في صعوبه في اتقانها او لفظ كلماتها؟ وايد 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 سمعتها وايد وايد انت تهبلين وايد وايد حبيبتي شكرا زين قولي لي لحظه خليني اعدل الايربيز انا قاعد اطيح من اذوني اوكي اللهجه الخليجيه لقيتي في صعوبه متى حسيتي ان بديتي تتقنينها؟ هل قمتي تسالين الناس عن مخارج الحروف ولا شلون تعاملتي مع صعوبه اللهجه؟ لا هو الحياه الطبيعيه العاديه لما من صديقاتي اكيد نتعلم منهم بعدين هم يعني طبيعي دائما يسمعوني كلمه غلط يصلحوني المعلومه التلفزيون المسلسلات الربع يعني الحياه بالضبط الحياه الاجتماعيه تخليك خلاص مع الوقت ان تصيرين احسن اكيد من اول يعني فرق نقيسها من اول زيارتي للكويت واخر تقريبا سنه اكيد في فرق يعني طريقه مو طبيعيه يعني اكيد لما صرت افهم اكثر وصرت اتكلم برياحيه اكثر من خلال اللقاء قلتي لي ان من الفنانين اللي تحبين تسمعينهم مثل ما عودتك الماما ام كلثوم فيروز والحين محمد عبده من الفنانين الكويتيين او العرب اللي تحسين يعني فعلا تحنين تسمعينهم غير الفنانين اللي قلتي لنا اياهم عبد الله رويشد اموت فيه صراحه اي اغنيه تحبين؟ لمر الحلو خصوصا اخر واحده توا لاني وايد اسمعها وايد تتغنى اوكي في عنده وايد اغاني لمني بشوق عنده اغنيه اي معزه لا اغانيه يعني ما في احد مرتاح
انا بتبع قلبي لا يعني وايد، حتى هالاشياء نسمعهم حتى في تونس. الله يعني، واحنا حتى في تونس على طول نسمعهم بصوت. واكيد التقيت فيه بس للاسف مره بس في استوديو ما راح انساها. يعني كانت مره كان عندي تسجيل وقتها اوبريت من زمان، يعني صار الموضوع يمكن 5 سنوات اوكي، وشفته كانت احلى صدفه يعني، والباقي رحتوا في حفلتها لفبراير صراحه. طيب شوفي في شغله يمكن الناس ما يعرفونها، دائما لما يكون عندنا جمهور لما يولج تكونين مبسوطه، بس الحين انت في موقف مع عبد الله الراشد انت المعجبه، صح؟ شنو حسيتي؟ هل حسيتي بجمهور طبعا طبعا حسيتي بنفس الشوق والتعامل؟ الله، اي توقيع اي صوره اي شيء مثلا اللي يخليني اذكر هاليوم اللي التقيت فيه الفنانين. سكتي نفسك مروه ولا لا عادي؟ لا طبعا لا، بكل عفويه سلمت عليه واكيد نحبه. هو نفس الشيء نبيل شعيل، نبيل شعيل بعد شفته من فترة قريبة، لا بالعكس تصورت معاه واخذت الانستغرام وكنت في قمة السعادة وانا رجع البيت انه اوه الانستغرام تبعنا بلش عيل انه صار عندي وكذي. فلا في فنانين يعني نحبهم اللي انا صغيرة، يعني نبيل شعيل مثلا ولا عبد الله الرويشد حتى في تونس عنا يسمعوهم، يعني يسمعوهم بشكل يعني يومي تقريبا وكل شيء. الله، يعني شوفي الأغنية ما لها هوية ودائما بالضبط. تسافر بين بالضبط. البلدان بلا تذاكر، صح؟ هذا الشيء الجميل، الشيء الحلو، صح؟ خصوصا الحين مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب وهالأشياء صارت بعد أكثر تخلي الموضوع دارج بين إيدك، مو محتاجة شريط يوصل لك، لا الحين باليوتيوب كتبي اسم الأغنية وسمعيها وتسمعينها بكل ساعة، تسمعينها بحفلة، صح؟ بكل الطرق، صح؟ شنو راح نسمع؟ الحين راح نسمع الله الله بالأمانة يا ما أمنتك بقلبي. نسمعها؟ الله الله بالأمانة، ونسمعها بصوت مروة بن صغير، وخلكم معنا. الله الله بالأمانة
وصلك ما بقطعش وبعطيهم ذكرى الاجتماع الزمن ما يجمعك في وطن هداك في خير البدع بوصلك ما بقطعش لو تبي مني ضمانك انا يا نعم ملتك بقلبي هلا بالامانه. وهذه الاغنيه الجميله اللي وديتينا بعيد مع صوتك يا مروه، يعطيك الف عافيه على هالاغنيه الجميله اللي اخترتي لنا اياها اليوم. الملحنين الكويتيين اكيد لهم خبره وصيت في المجال الفني عموما. طبعا. منو اكثر الناس اللي استمتعتي في العمل معاهم وكان لك تجربه فعلا اكسبتك خبره زياده؟ يعني أمانة أنا ما أحب أظلم، ما رح أقول أكثر ناس، بس رح أتكلم على تجربتي الأخيرة من ألحان فهد الناصر. أوكي، طبعا ملحن مو شهيتي، أنا شهيت الجميع، يعني سوى أقوى الألحان، يعني سوى يعني وايد مغنيين كبار. فصراحة كنت من زمان حاطته في بالي وهالشي صار، كان التعامل معه جدا مريح. هو الموزع ربيع الصيداوي، نوجه لهم تحية أكيد، والكاتب سعد المسلم. كانت اغنيه بعنوان عاشقين ونزلت في السوق، صار لها تقريبا 4 أشهر الحمد لله، يعني لقت نجاح في الكويت. واكيد استفدت منه في التسجيل. اكيد كان يوجه لي توجيهات مثلا في الكلام، في اللحن، في اداء، في الاحساس، في الحس، هذا كله بما انه هو عنده تجربه اكيد اكثر مني ببرشا. وبس المشكله في اسماء وايد، بس انا ما احب اسمي عشان ما انسى. بس اخر عمل كان لي مع ملحن فهد الناصر. نعم. طبعا الغناء في كل مكان له جوه، لما تغنين في الاستديو اجواء مختلفه وتصرخين على راحتك وتاشرين على راحتك، ممكن تكونين عايشه مع نفسك اكثر، خصوصا في تسجيل الالبومات وتعيدين وتسجلين وما في اي مشكله والحياه سعيده. لما تيين على المسرح شلون تلقين نفسك بين جمهور وآلاف وأعداد ويلا هوا هبا، ايش راح تسوين؟ الوقفة في المسرح أصعب شيء للفنان، سواء مبتدئ ولا فنان كبير، يعني وحياتك كلنا حتى كمذيعين ترى لها هيبتها. طبعا يعني هو برنامج، مثلا برنامج ساعات، وكبداية مثلا المفروض الناس تشوفه مثلا انه برنامج مروة عادي، لا الموضوع يخوف. يعني قلتي لي قبل الهوا ان انا اخاف من البرامج بطريقة، يعني انا بطبعي يمكن خوفها بزياده عن اللزوم يعني بصراحه. اوكي، ففي برامج او مثلا في مهرجانات او حفلات تلقاني قبلها بيوم يعني ماكو نوم. طبعا لازم، يعني انت حياتنا مو نايمه يعني؟ لا مو لهالدرجه، ما راح اكذب، لا نايمه الصراحه. لا بس عاده يمكن الحين شويه صار اسهل موضوع شويه، بس انا شخصيتي قلقه بزياده. بس انا شفتك مرتاحه الحين في اللقاء. اي لا الحمد لله ريحتيني يعني صراحه. ان شاء الله دائما مرتاحه حبيبتي. فلازم اكون انا، مشان اكون مرتاحه على الاقل لازم اكون في تدريبات للاغاني يعني بشكل يومي، لازم نكون حافظ الاغاني يعني اللي خلاص متاكده. ما احب مثلا، ما عندي الحياه اللي هو نص بنص، او مثلا سوي هالشيء مروه، لا انا احب كل شيء يكون مدروس بطريقه مو طبيعيه، خصوصا اذا عندي حفل. نعم. او اذا عندي مهرجان، او اذا عندي مثلا عرس او اي شيء، لا الموضوع لازم يكون عندي منظم بالضبط، عشان انا بروحي خايفه، واذا ما كنت مثلا هالشيء حافظته راح ياثر علي، راح يشيل من ادائي وايد. شلون تتغلبين على مخاوفك؟ يمكن الجمهور كله يشوف مروه على المسرح وبالعرس واو وصوتها جميل، بس ما حد يدري شنو داخل مروه. داخلي انا ميتة. داخلي ارجف وداخلي مو متحكمه في نفسي. طبعا دائما اول اغنيتين خوف، القلب يرجع
بعدين اوكي يعني بعد ما تحس نفسك خلاص اعطيتي وخذ منك الجمهور ولا انت ارتحت مع الجمهور خلاص يصير الموضوع انه اسهل اكيد يعني شويه احسن خلاص انه تعودتي فاهمه على الحين تعودتي على رهبه المسرح ولا بعد؟ لا اكيد لا للحين؟ لا 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 مليون سنه ما والعروس؟ لا اكثر واكثر بعد مسؤوليه أكثر اكيد وخوف اكثر واكثر أيه. اوكي ظبي اليمن اغنيه جميله بلون يمني نبي نسمعها من مروه من عيوني نسمعها؟ ان شاء الله يلا وجه السماء موحوش لكاش مغطى على غطي على ما فتوش يا ليل يا ليل الله يا ليل دانا يا لدانا لدانا يا ليل دانا ظبي اليمن وهذه الأغنية الرائعة اللي غنيت لنا إياها وفي بعض الكلمات الغير مفهومة بالنسبة لي أنت عارفة معانيها؟ لا بس تحبين تغنيها؟ بس أحبها أحبها حلو. ما فكرتي
تسألين ترى وايد أغاني على فكرة احنا نغنيها في كلمات ما نفهمها بس اللحن يشدك والكلمات اللي انت تفهمينها تسحبك. بالضبط بالضبط الحس يعني هو أهم شيء الحس يعني من أروع الأغاني اللي نحبها صراحة يعني حتى على طول نحب نغنيها. بس سبحان الله يمكن في ناس وايد يسألوني مثلا مروة كيف تغنين وانت مو عارفه الكلمات او مو فاهمتها بس تحسينها صح بس انا حبيتها حسيتها ما يهمني. في وايد اغاني حتى اللحظه بالفتره الاخيره انتشرت الاغاني المغربيه او التونسية في بعض الكلمات ترى مو مفهومه احنا كخليجيين ما نعرفها واحنا نغنيها وعيالنا يغنوها والكل يرقص عليها والحياه سعيده والكل مبسوط فيها فبالتالي في لون من الاغاني احساس يشد الانسان اي انسان. بالضبط تمام. ستار اكاديمي 4 في 2007 شنو أضاف حق مروة؟ شنو قدم لك؟ أكيد ما رح أنكر هالشيء وعلى طول بعدها من نفس الشيء نقول هالكلمة. ستار أكاديمي قصر علي مشوار كبير برشا من فنان يمكن يطلع لوحده ما يعرفك ولا شخص ما يعرفك ولا أحد بالدنيا في الموضوع أكيد ياخذ وقت وياخذ سنين يمكن عشان واحد يبين حتى لو شوية من الموضوع الغنى أو الموهبة اللي عندك. ستار أكاديمي من البرنامج اللي كان حتى في وقتها كان شبه مكسر الدنيا عندنا بتونس يعني ضارب هالبرنامج بطريقة مو طبيعية وقدمت صراحة في كذا برنامج بس والكلهم تقبلت فيهم بس اللي حسيتي سوري أنا ما قاطعت إلا بالخير بس حسيتي نفسك في ستار أكاديمي طلع مواهب مروة؟ ايه صراحة ايه يعني حلو. الحلو انه كنا عايشين في بيت فكانت عنا يعني اليوم عندنا مقسم مثلا الصبح مثلا عندنا مثلا سولفيج مع مدام ماري عندنا رياضة مثلا الصبح يعني حياتنا بالعكس نظمتها يمكن قبل مثلا انا مستحيل نقوم 9 الصبح واسوي رياضة. نعم. ستار أكاديمي عودني بهالشيء السولفيج الفوكاليزم الصوت شلون ينفتح شلون الكلنا تصير تعرف شنية يعني طبقة صوتك شو الأغاني اللي تصير عليك أحسن أكثر المسرح اللي هي رهبة المسرح اللي كل جمعة كنا برايم ودي تابلو اللي نسويهم والرقص واللبس فهذا كله أضاف مو لي أنا بس لأي طالب تخلي ستار أكاديمي وفي نفس الوقت في شهرة لأنه يقصر عليك خلاص 24 ساعة ناس تشوفك تشوف مروة بكل حالاتها قاعدة من النوم تغني تمثل رقص كل شيء كل شيء. حسيتي بالإحراج في لحظات أكيد معينة؟ أكيد. متى كنت تنزعجي من وجود الكاميرا؟ شوف هو أمانة الناس ما تصدقني في هالنقطة أول يومين أو مو أول يومين خلينا نقول أول أسبوع أو أول فترة يصير كلنا مو طبيعيين يعني إنه لازم تدير بالك في كلامك في تصرفاتك في كل شيء بس مع الوقت والله العظيم عذاري تنسين شيء اسمها كاميرا تحسي نفسك عايشة في بيت مع زملائك شباب وبنات تنسى شيء فعلا اسمها كاميرا اللي مرات مثلا أهلينا معقول مثلا أنت متابعة ستار أكاديمي معقول نسيت الكاميرا نقول لهم والله نسيت الكاميرا نهائيا تدري ليش؟ لأن سالفة مطولة بالضبط يعني خلاص بالضبط واحد يتعب حتى الناس تصير خلاص تكشف الشخص إذا مثل تصير تشوف معناها خليك طبيعي أكثر كل متى يعني لا هذه قاعدة يعني الكاميرا هذه يمكن أنا كاميرتي بالضبط ساعة ساعتين طولت 3 ساعات بس خلاص مردها راح تمثلين 40 ساعة كمان خلاص بالضبط انتهى الموضوع لازم تطلعين حق الطبيعية ما تقدرين. شوفي دائما الكاميرا الحلو فيها ترى أحيانا يقولون شلون تكون يكونون عفويين لهالدرجة يمكن في ناس ما يدرون ان احنا نتعامل مع الكاميرا كأنها اختي او امي قاعدة صح خلاص تعودنا لانه بالضبط لا ممكن نحط ببالنا لا اكيد ما حد قاعد يطالعنا واحنا الدنيا برا كل الناس فهذا شيء حلو عشان تقدرين تتجاوزين حتى رهبة الكاميرا طبعا والخجل اللي فيكي وتعطيك ثقة اكثر اكيد لا غير الموضوع التمثيل دخلت في مجال التمثيل وعفست شويها وما عجب ليش للاسف مروة؟ لا هي مش للاسف لا انا شوف يا مروة عاد انت نفض امك ترى كاميرا شوف انا عذاري التمثيل ما راح انكر بالعكس ان اي تجربة دخلت لها حتى لو فشلت فيها تعلمت منها نفس الشيء جربت ان التمثيل بس مو قصة ما شفت نفسي بس شفت انتقادات من الناس بخصوص الاكسنت الخليجية بالذات اوكي وهالشيء حتى انا لما شفت نفسي يمكن ما حبيت حسيت اني ما عندي هويه يعني لو مثلا ممكن تونسي او احسن او لو واحده تتقن اللهجه يعني 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 تتقنها نعم. الموضوع فحسيت ان ما كان عندي هويه وان الموضوع ان لا مروه خلاص انت جربتي معانا بس بالعكس هي كمثلا
معرفة للناس سواء أنا بالحلو ولا مو بالحلو، عرفتني على مثلا ممثلين كنت ما أعرفهم، أجواء ثانية بالضبط، فشيء هم جديد. بس إن الحين مثلا الناس يسألوني إذا في تجربة ثانية نقول لهم لا ما في تجربة، لا خلاص اعتزلت، خلاص اعتزلت بس اغني بس. شوفي دائما الواحد حلو يكون في مجاله، يمكن حتى انا في يوم من الايام جربت التمثيل لكن فعلا ما حسيت نفسي، لكن تحسين مكانك لما تكونين في عملك الطبيعي اللي انت تلاقين نفسك فيه، وبالنهايه كل واحد له مكانه وموقعه. يمكن قبل تشوفين مطربين او فنانين ممثلين يقدمون برامج تعجبين فيهم اكثر او تحبين اكثر، صح شنو حسيتي؟ حسيتي انه فعلا انت لما تشوفين مطرب وقاعد يقدم برنامج تحسين انه الله واو قاعد اشوف جزء ثاني من شخصيته؟ حسب، خصوصا انك قدمتي برنامج من للاسف هذا بحد هذا التقديم، التقديم لا هذا اكس التقديم، لانه ما اعرف انا ما اعرف اقدم. انا معك اتفقنا اتفاق قبل الهواء، اوكي انا علمك التقديم وانت تعلمين الغنى، صح؟ مشكله ما راح تقدرين تتعلمين، يمكن انت راح تتعلمين بسرعه ما شاء الله، بس انا لا مستحيل. انا التقديم ما يبينا، شوفي ترى بس عفويه وكوني مثل ما انت ادري، بس انا خجوله. يعطيك المعد اوراق حفظيها وقدميها. لا صعب، لا التقديم جد مو انا يعني جربت اوكي هالشيء، بس يعني ابدا ما شفت نفسي، حسيت نفسي ان انا ما اعرف وخجوله. اللي يقدم لازم تكون عنده السرعه، يعني ما ادري، ما خلوني بالغنى، اي خلوني بالغنى، خلوني بالطرب. انا مبسوطه كثير، يمكن فوازير، احب الفوازير، احب شيء في رقص، احب في شيء تمثيل وغنى، يعني كيف بتردين؟ يعني ما عندك مشكله؟ لا اوكي، انا مسرح سويت مع محمد الحملي، اوكي مع باكستيج جروب، بالعكس كانت عندي تجربتين معاهم، يعني كنت في قمه الوناسه، يعني طبعا ان تمثيل وخصوصا توصل شيء للطفل، هالشيء حلو، حبيت نفسك كنت، لا كنت مستمتعه. نعم. يعني شيء ممكن نفس ما قلت لك، يعني فوازير تمثيل وغنى يعني مع بعض، انت تبين تطلعين الطاقه الشبابيه الشقيه بالضبط في مروى على المسرح، اي لهالاشياء. يمكن انه اوكي احبها، يعني بالعكس حلو. اشوف نفسي فيها، او دعايات احب دعايات بعد تصوير اعلانات او دعايات، اوكي بس ما ندخل في العميق، ما ندخل في التجارب الدراما والبكي والعياط، مالك وياها. حلو، طيب الخطط المستقبليه حق مروى، شنو عندك من مهرجانات او مشاركات داخل الكويت او برا الكويت؟ ان شاء الله راح اكون هالفتره داخل الكويت، عندي ان شاء الله سنجل راح تكون، راح اجهزها ان شاء الله لعيد الفطر اذا الله راد ان شاء الله، راح اشتغل عليها برمضان، وعندي ان شاء الله يا ربي حفل مهرجان موسيقى ان شاء الله. كلمني المايسترو كبير اكيد احمد حمدين، وجه له تحيه ونقول له اكيد مشكور على يعني انه رشحني من الاسماء اللي راح اكون موجوده في المهرجان، وراح يكون في شهر 6، بس اي مسرح للحين ما يندرى، بس اكيد راح نبلش سون يعني في اختيار الاغاني وفي البروفات لانه راح يكون مهرجان كبير ان شاء الله. نعم، المشاركه في مهرجان مثل هلا فبراير او المهرجانات الخليجيه، هل تحبين يكون التواجد فيها، وهل تواجدتي في احد من هالمهرجانات؟ لا للاسف لسه، بس اكيد اتمنى، حلم من احلامي اللي نحب نحققها نوقف على مهرجان هلا فبراير، اكيد ان شاء الله تتحقق، ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله الامنيات وسهله ان شاء الله، وانت تستحقين هذه التجربه اللي اكيد تضيف حق كل فنان طبعا يوقف على خشبه مسرح هلا فبراير. مهرجان متابع بطريقه مو طبيعيه من كل مكان بالضبط. نعم فعلا، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق اكيد. وبنت الشلبية عيونها لوزية راح نغنيها معاكم، وطبعا استمتعت فيها وايد، بس قبل لا نغنيها أقول لكم كل الشكر حق الفنانة مروة بنت صغير، البنت التونسية الجميلة، الذربة يا حلوها دلوعة اللي تتكلم خليجي بكل ذرابة ولباقة. استمتعت جدا في مقابلتك ومعرفتك أكيد يا مروة، أمانة صدقا وليس مجاملة، من الشخصيات اللي استمتعت في مقابلتها. مروة كل الشكر لك على حضورك وقبولك هذه الدعوة في برنامج سمعني. مشكورة على ذلك، أنا اللي انبسطت أكثر، وإن شاء الله يا ربي تستمتعون في الحلقة يا ربي. إن شاء الله. بنت الشلبية عيونها لوزية، أنا أقول لكم من الحين مع السلامة، وأختمها مع بنت الشلبية عيونها لوزية مع مروة. مع مروة.
الجمرة واللي عاد يلي هيكسب وتبقى القلب مجروح.